مشاريع البصرة اللي هو طريق الحلو اللي سميته جنابك، فنريد نعرف على الطريق الحولي يعني. قولها بعد بالبصرة إن شاء الله ماكو شيء يبقى حلو، إن شاء الله أنه كلها تتحقق، لأنه هذه المدينة الحمد لله أنه تعتبر هي الشريان الأبهر، كثير من المواضيع اللي ينظر لها المواطن للمستقبل إن شاء الله تتحقق، كثير من المواضيع اللي مهمة لأنه للأجيال القادمة على مستوى التعليم والصحة والطرق، وممكن التوسع العمراني لهذه المدينة، إن شاء الله نستطيع أن نبني مستقبل زاهر لكل أبناء هذه المدينة.